المختبرات يدخل ويعطي الإضافة. كواحد يقول كان الحمد لله ذلي واحد دخل باش يعاون أصحابه صحيح، ودخل باش يعاون جمعيته صحيح، وكوا ذيك هي الجروب ذيك اللحمة اليوم دخلوا 11 جوار ذلي سهلنا شوية المباراة على روحنا كي ماركينا الهدف الأول، وكاو ميطون تشوف معناها لقينا اللعبة أسهل من بريمير ميطون وزدنا ماركينا الثاني والثالث. الحمد لله كل توفيق من عند ربي، وكوا ذي الخدمة معناها نتاع جروب كامل، إن شاء الله نكملوا هكا وإن شاء الله القادم خير إن شاء الله. سي 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 حقق الانتصار وعكستك اليوم زيادة الكرة. لا الحمد لله كي تعكسني نحن رابحين هذا شيء خير ما يتعكسني في لقاء، الحمد لله واحد قدم مردود به. وتشوف معناها المجموعة الكل قاعدة تكور بالكدا الحمد لله، الانتصار جاب كيفية باهية، خلينا نكملوا نخدموا معناها بأكثر سهولة وإن شاء الله ربي يوفقنا في المباراة الجاية. السي سي سي اليوم قدم مردود متميز وحقق الانتصار، وأنت كذلك عملت مباراة كبيرة. الحمد لله يا ربي، أول حاجة نحب نشكر الولاد الكل، عادوا ماتش باهي كل الناس الكل. سيدي بوزيد ما استهنيناش بها، حضرنا لها كوم الفو جمعة كاملة. معطينا الماتش حقه الحمد لله ربي جاء 3 بوان. السي سيسي حقق الانتصار اليوم، كلمة على المباراة قبل كل شيء. والله اليوم مباراة عندها وجهين، شوط أول كان ممكن شوط بطيء شوية، تحكمنا في الامتلاك الكرة، تحكمنا في الامتلاك بالطول وبالعرض، تبقينا النسق كان بطيء، ما سرعناش في النسق نتاع المباراة. اللي بدلناه ممكن في الشوط الثاني، يكون في الشوط الثاني عطينا تعليمات اللاعبين باش نقويوا اكثر في الريتم دي جو، وهذا اللي عمل الديزيكليبر وحدث المفاجاه عند الفريق المنافس، وما كنا باش نسجلوا الاهداف، كنا نجم نسجلوا اكثر. اليوم يظهر لي بريستاسيون باهيه قبل مباراه هامه جدا، مباراه الكاس باش نحضروها في اريحيه ان شاء الله. اني سجلوا باش نحكيوا على الافكتيف تاع السي اس اس، وسيم كمون وتيجيني بالعيد الاسبوع الفارط نلقاهم ريليست، اليوم نلقاهم في التشكيله، ممكن هذا ما يقلقش اللاعب ذهنيا؟ هذا باش يزيد ياكد انه المجموعه نتاع نادي الراس الفيقسي مجموعه متكامله، عندنا ثقه في الناس الكل، اللي جاهز خير واللي حاضر خير باش يلعب، ما عندناش مشكله مع حتى ملاعبي، اللي باش يكون جاهز خير وباش يلعب، وهذا معناتها من باهي برشا الفريق، خاطر تصير كونكورونس، تصير تنافس، وهذا يرجع بالنفع للفريق.